ارد بابا. اعملي بس اعملي ايه في يا بنت بتجري كده ليه؟ مالك في ايه؟ الزباله ساعه البيت. حاضر ثانيه واحده. انت ايه اللي دخلك الشقه يا عم انت؟ يا بيه لا انا اتاخرت عليا فقلت اخد الزباله بنفسي. هتاخدها من هو جوه نص الشقه؟ ما اتاخرت عليا يا بيه. طب اعمل ايه؟ طب انت ماسك الشنطه بايدك ليه؟ ده ليه تبع يا بيه وانت حطها مكانها. لا يا عم سيب الشنطه مالكش دعوه بالشنطه. يلا اتكل على الله ما في الزباله. يلا اتكل على الله. يلا اتكل على الله. ايه ده؟ يا ناصر كنت فين يا بنت النهارده؟ فين هو؟ كنت في الدرس. لا درس ايه؟ انا رحت سالتك في السنتر ما لقيتكيش. والله العظيم كنت في الدرس يا ماما. انت كنت فين؟ قوليلي عشان بصي هكسرك. والله العظيم كنت في الدرس يا ماما. فين يعني؟ ما راحتش الدرس النهارده. شوفها كانت فين؟ لا يا مين اللي قال لك ان ما راحتش؟ انا رحت السنتر ما مش موجوده. لا هي بتروح على طول الدرس وعلى طول ملتزمه بيه. مين اللي قال لك ان هي ما راحتش؟ انا رحت بنفسه سالت ما مش موجوده. هو في كذا مدرس مش مدرس واحد، في كذا مدرس. بقول لك بس انت سيبها بس خش انت يا نوع بس كده. انت مالك في ايه؟ ايه اللي منرفزك النهارده في الشغل؟ ايوه عشان ما رحتش الدرس. مين اللي قال لك يا ابني؟ انا اللي بقول لك. بص هو بيبقى في كذا كذا مدرس في قلب السنتر. ما تقلقش انت بس وهدى وانا هروح اعمل لك كوبايه شاي وهدي نفسك. اقعد بس. وش شافكم؟ لا مالك في ايه؟ مرعوبه كده ليه؟ لا ابدا انا سليمه. نوها كده امبارح قعد يزعق لنوها ولا انت ما كنت انت كنت فين يا بنتي؟ وقعد يزعق لها و... شاكك فيها يعني؟ اه وانا دلوقتي خايفه لا يكون بيراقبنا ولا حاجه. طبيعي دي ما تقلقيش انا هقوم اعمل لكم اي عصير ماشي؟ ماشي والله بجد مش مصدقه. بتكلمي مين يا بنت؟ مش بكلم هو بكلم صاحبتي. اديني التليفون ده ورا. بتكلمي مين؟ يا والله بكلم صاحبتي. هو صاحبتك مين؟ هو في ايه؟ هو في ايه؟ وانت كل شويه تزعق لها. هو في ايه يا ناصر؟ هو ينفع كده كل شويه تتكلم في التليفونات؟ بنتك بتعمل حاجه غلط. بتعمل حاجه غلط ايه؟ انا مربيه بنتي احسن تربيه وانت عارف كده كويس. اكيد هي بتكلم واحده صاحبتها. هو في ايه؟ انت كل حاجه تدافع عنها وتدلعيها يعني؟ انت شكلك كده تعبان نفسيا اليومين دول وعايز دكتور. انت كمان جبتي لي المرض وانت تعبان. بقول لك ايه يا ناصر؟ هدي نفسك شويه وسيب البنت في حالها. هي ما بتعملش حاجه غلط. لا بتعمل غلط يا ستي. كده بتعمل غلط. بتكلمي مين؟ قولي لي. بقول لك ايه؟ انا مربيه بنتي كويس وعارفاها. تعالى يا ناصر بس. تعالى مالكش دعوه بيها. مش عارف انا بتدافع عنها ليه. انت بتعملي ايه؟ استنى انا فاهمك والله كل حاجه دلوقتي. ايه ده انت جيت تاني؟ لا لا انت بقى المره دي لازم تتحبس. المره اللي فاتت عملت لي فيها دور زبال ودخلت لحد نص الشقه ومسكت شنطه بنتها وقلت ايه؟ قلت ممكن راجل كبير وبيخرج. بس والله العظيم انا استنى بس انت عشان عارف الاشكال دي كويس. اقسم بالله العظيم لا خليك تتحبس المره دي. ده هو ابو نوها. هو ابو نوها وجوزي. ابو نوها؟ اه والله. انت هتجننوني؟ وده مين ده؟ وبتعملي ايه هنا؟ ايه مالك زعلان كده ليه؟ في ايه؟ ايه متضايق وزعب دل علينا هنعمل ايه بس؟ بقول لك ايه، انا جات لي شغلانه حلوه قوي في دار المسنين يعني ما فيهاش اي حاجه هشتغل فيها واخدم ست كبيره كده. لا 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 مش عايزك تتعب ولا حاجه. كفايه انا متهم في الشارع وتعبان وفي كويس معايا وفي الوحش وانت كمان تشيلي معايا. لا بص اسمع بس انت الكلام، ما تشيلش هم ولا حاجه. اهو من القرشين اللي هيجوا هيسندونا وندفع دروس نوها وندفع الحاجه اللي علينا كلها واي ديون تيجي علينا. انا مش عايزك تتعبي يا ست والله. يا ست والله ما هتعب، ده انا كده هبقى مرتاح ولما نسد الحاجات اللي علينا هبقى مرتاحه اكتر. اسمع بس انت الكلام، هروح بس ساحتين ده في ست عجوزه اللي هناك هخدمها كده واشوفها عايزه ايه وكده والكلام ده كله مش هياثر معايا. والله انا لو رحت الحوجه ما كنتش هخليك تطلعي والله. عادي عادي احنا وانت مع بعض مش هيبقى. خلاص ماشي انت شايفه. ماشي باذن الله هروح من بكره. ربنا يسويها ان شاء الله. عايزه مني اي حاجه يا حاجه؟ انا خلصت المطبخ خلاص ونضفت ومسحت الريسبشن من بره مفيش اي حاجه تانية اعملها. وحتى الاستاذه نسمه ربنا يبارك لها ادت لنا الدرس. لا يا حبيبتي تسلمي الله يخليك. ماشي مع السلامه يا حاجه. مع السلامه. ازيك يا منوها عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي بقى حاجه رمضان بقى اتفضلي. كل سنه وانت طيب. انت انا لسه تعب نفسك ومدينا حاجات قد كده لعبد الله ومنوها. ده اخواتي مش ربنا يخليك يا رب. كل سنه طيب يا منوها. اجعلها سنه سعيده. عاوز اي حاجه؟ ربنا يخليك. ماشي يا منوها. ربنا يكرمك يا رب ويرزقك كده. كده خلصنا المنهج يا نوى، في اي حاجه مش فاهمها؟ لا بجد شرحك جميل والله انا فهمت. طب بقول لك ايه، انا هقوم اعمل اي حاجه اشربها. محتاجه اعمل لك اي حاجه؟ لا لا شكرا. بجد اعمل لك حاجه؟ شكرا والله يا استاذه نسيت. عملت ايه يا نوى؟ الحمد لله يا ماما بجد شرح الاستاذه نسمه جميل قوي بجد وبفهم منها كل حاجه. ربنا يبارك لها. وفرت لنا فلوس. وابوك مش هيقدر يدفع لك فلوس الدروس. الحمد لله يا رب والله. الله يبارك لها بجد فعلا والله يا رب. ربنا يبارك لها.
بتتبسي ان شاء الله يا ما تقلقيش يا ماما انه السنه دي هنجح ان شاء الله باذن الله يا بنتي باذن الله. عامل ايه في دروسك يا عبد الله؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. بصي يا عم بقى عشان انت بتذاكر كويس قلت لك بقى اخدين بقى العيد ده ايه تحفه. شكرا يا ماما. عاوزك بقى تقيسهم كده ولو في اي حاجه ضايقه عليك قول لي. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ده عشان خاطر العيد بقى عشان عبد الله شاطر في دروسه ويذاكر ويسمع الكلام. ده ربنا يخليك يا رب وينجيك لشبابك. الله يخليك يا رب. ده عبد الله ده اخويا الصغير. اي حاجه محتاجها يا عبد الله عينيا ليك والله العظيم. ربنا يبارك لك. انت بقى لو محتاج اي حاجه من جوه ربنا يبارك لك يا استاذ حسام. الله يخليك الله يخليك. ده حاجه صغيره يعني. ده عبد الله اخويا الصغير والله. ده انت فوق دماغي من فوق. ده انتوا لولا مساعدتكم لينا ما كناش نعيش كده. لا مش الكلام ده ولا اي مساعده ولا اي حاجه. احنا اسره واحده والله العظيم. انت بس محتاج اي حاجه عينيا ليك يا منور. تسلم عينك وينجيك لشبابك. الله يخليك. هستاذنك بس يا ماما. انا خايفه يا ماما وبابا عمال يشك فيا زياده وانا خايفه يكون فاهم ان انا بعمل حاجه غلط. بصي يا نوع هي الحاجه الغلط اللي فيكي ان انت مستعريه من شغلانه بابا والمفروض انت ما تعمليش كده يا بنتي. مهما يشتغل برده حتى لو اشتغل ايه المفروض ما تعمليش كده. ده العيب اللي فيكي بس يا نوع. يا ماما انا ازاي برده اقول يعني لاصحابي ان انا ابويا زبال يعني؟ وايه يعني يا بنتي؟ مش شغلانه شريفه وبيجيب منها فلوس وبيعلمك بيها؟ يبقى حرام عليكي يا بنتي اللي انت بتعمليه ده. هو ده الغلط اللي انت فيه بس يا نوع. وبعدين لولا الحاجه وعطفها علينا وان هي برده استاذه نسمه بتديك دروس وكده وفرت علينا دروس. لو ما كانتش وفرت علينا دروس ما كناش هنعرف حتى ناكل ولا نشرب. وده الحمد لله. وبرده استاذ حسام بيدينا حاجات وامه مش سايبانا واخته مش سايبانا. فهو بصراحه كتر خيره من الناس دي والله. الواحد يشيلهم في دماغه. حقك بقى عليا يا عم نصر والله العظيم. ما اعرف كل ده. ما اعرفش ان انت والد نهى وجوز منوها يعني. وكنت شفتك اول مره خدت الشنطه كده بجد انا افتكرتك واحد داخل تسرق. حقك عليا والله العظيم. واسف ليك والله نيابه عنهم ان هم يعني كذبوا عليك وعرفوك اللي هي راح تشتغل في دار مسنين. انا لو اعرف والله كنت عرفتك وكنت قلت لهم غلط اللي هم عملوه ده. واكتر حاجه مضايقاني ان نوع بتستعر من وظيفه. يعني انت راجل مكافح بتحاول بس تجيب الفلوس من عرق جبينك ما بتعملش حاجه حرام. اي حد والده بيشتغل ايا كان الشغل ايه طالما بيجيب بس فلوس من عرق جبينه وبيحاول يصرف عليه عشان يعلمه وعشان يخليه راجل سواء كان ابنك او بنتك تعلمها وتدخلها احسن جامعات وتخليها تتجوز وتجهزها من فلوسك بتعبك وشقاك تشيل فوق الراس. والله انت عندك حق يا استاذ حسام بس معلش بقى هو ده اللي احنا غلطنا فيه فعلا. ما انت فعلا غلطت اكبر غلطه انك انت كذبت عليا وما قلتيش الحقيقه وبنتك بتستعار مني. الراجل ده ما عندوش اي لوم. اللوم عندكم انتوا. المفروض بنتك ما تستعارش مني. المفروض بنتك تشرف عليا في اي مكان. وانت ما تكذبش عليا. قولي لي كنت تعرفين الحقيقه. معلش يا عم نصر هي غصب عنها والله. هي كل همها بس هي كانت تساعدك يعني نيتها خير. فعشان خاطر بس عم نصر بس الكذب يا عم حسام ملوش رجلين. معلش انت مالكش علوم انك انت تاسف لي. الغلط عندهم هم. لا لا هي برده زي والدتي ونوها زي اختي وعبد الله برده زي اخويا وانا برده زي ابنك. معلش امسحها انت على دماغي من فوق. والله انت اللي عرفت عم نصر. معلش هي كان قصدها خير. طالما ان هي خير سامحها بس عم نصر عشان خاطر ربنا. والله انا مسامح ربنا انا مسامح كريم. انا ما غلطتش. هم الغلط منهم هم. وبعد كده منوها معلش ما تكذبيش على جوزك في اي حاجه سواء كان خير او شر. لا والله مش هكذب عليك. عامة انا هسامحك عشان خاطر الراجل ده. ماشي ومسامح كريم. ربنا يخليك يا عم نصر.